السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنفترض إن الآن دلوقتي عايز أعمل بلان جديد، هاجي على فيو بلان فيو، تمام، وأختار هرسم أنا فلور بلان ولا ريفليكيت السيلينج. لأ أنا عايز فلور بلان، تمام كده أنا هعمل واحد جديد. ممكن أشيل العلامة من هنا وأختار أقول له عايز دور من الأدوار دول تاخده كوبي وأبدأ أشتغل عليه. هنختار بس الليفل واحد، سكيل الكتابة خليها 1 لـ50. اوكي خلاص، هو كده اتعمل. تمام ابدأ اشتغل عليه، مثلا اشوف البروبرتيز بتاعته لو في حاجة فيها عايز تعدل. تمام هو دلوقتي موجود تحت الاشباك، ممكن اقول لا انا مش عايز تحت الاشباك، انا عايز تحت الباور عشان اشتغل عليه باور. تمام الخصائص بتاعته ابدأ اعدل فيها زي ما انا عايز. هنروح دلوقتي للباور، هلاقي اللوحة اللي انا اخترتها موجودة.